بأسئلتكم، أفكركم لو لكم صديق أو عزيز عليكم عنده أي مشكلة صحية، أي آلام بالذات، آلام وخصوصا الآلام بتاعت الأمراض زي فايبروميالجيا وروماتويد وام اس واي حاجه اوتو اميون. الكورس اللي انا عاملاه التحرر من الالام الجسديه مخصص لنوع الالام دي بالذات، نوع الالام اللي هي كرونيك اللي هي مستمره. فانا يعني ده مش صداع جالي مره وخلاص بقى كويس او مش، لا خصوصا الكرونيك دول بيناموا ويصحوا بالمشكله دي، بيناموا ويصحوا بالمشكله دي، نخفف ده التحرر من الالام. كورس تحفه كله اونلاين، مفيش حجه في اي بلد في العالم هتشوفوه، كله مسجل يعني تاني يوم وتالت يوم وعاشر يوم موجودين مترتبين حلو جدا معايا الاسيستنت بتاعتي، حتى بتدخل توضب بعديه لما بحط الفيديوهات، وكل اسبوع بنلتقي ونسال اسئلتنا وبالعربي. يعني هو قريبا بالانجلش على فكره، لكن انا ده نزلها بالعربي عشان اخدم المنطقه العربيه بالذات حلو المشكله. مساء ايناس، الله يخليكي، مساء الجمال يا صديقتك ولا ايه؟ ايناس استاذه ميلاد، ربنا يخليكي يا ايناس، دكتوره دينا الذوق كله اكيد. اتمنى تفكروا في الكورس، اتمنى تدخلوا اي حد تعبان، وحتى لو مش انتوا، انا عندي حد داخل الكورس انا مبسوطه قوي، هي بتتعلم مني عشان تساعد والدتها المسنه، فحتى لو انتوا حواليكوا حد تعبان على الاقل ساعدوه. انا كنت بساعد حد على فكره عندهم الزهايمر، يعني كانوش اصلا، مش والدي كان حد تاني، ما كانوش اصلا مدركين، فانا مسكت البنات اللي قاعدين مع السيده دي وعلمتهم، قلت لها انا عايزاكي كل يوم تعملي ده، كل يوم تعملي ده عليها، ما هم نعمل تابين عليها بقى اوكي، او انت وهي قصاد بعض، يعني فهمتهم وعلمتها بابسط الطرق، اعملي ده للسيده دي كل يوم عشان ترتاح. من برضو كان عندها شويه الام، وكان يعني طبعا عندهم الزهايمر ما بيعرفوش يعبروا كويس، وهي يمكن ما كانش الزهايمر زي ديمنشيا على الزهايمر الله اعلم، لكن الله يرحمها الحمد لله. بس اللي عايزه اقوله ان ممكن كمان تتعلموا او تدخلوا تحرر من المشاعر، سوري تحرر من الالام الجسديه اللي هي اساسها التحرر من المشاعر السلبيه، احنا بنشتغل على المشاعر عشان الالام يروح، هي ده اساسها فعلا. بس حبيت اسميها تحرر من الالام الجسديه لان عايزين نتحرر منها، بليز ادخلوا. وطبعا يعني مش عايزه اقول لكم هو معمول ازاي، لان ده بصراحه يعني ده قريب لقلبي قوي، الالم ده قصه كبيره، فانا قريب لقلبي قوي الكورس ده. وحتى لسه حد قريب مني قال لي جمله غريبه قوي انا ما كنتش واخده بالي، فالست دي بتقول لي انا عمري ما شفتك طلعتي كورس بالسرعه دي، تخيلوا. فانا بقول لها اصل انا ملبوخه في كذا وبعمل، قالت لي بس انا عمري ما شفتك، انا نفسي زود، قلت اه فعلا انا دايما بقعد احسوت قوي واعمل قصص وروايات، قلت انا عمري ما شفتك طلعتي كورس بالسرعه دي، ده اكيد من قلبك، قلت لها وفعلا من قلبي. بنت عمي عندها الام اس، ربنا يشفي كل، ساعديها بالتقنيه، علميها تبتدي ترتاح. في ناس قامت من الام اس توتالي، وفي بي بي سي عامل، هو احنا الوقت ما اعرفش ساعه كام، بي بي سي عامل ريبورتاج على واحده حصل معاها كده، منوره يا دينا وذوق واخلاق عاليه، ربنا يخليكم جميعا. دينا ضيفه عزيزه جميله اخيرا، وابتدينا السنه بيها، انا مبسوطه يا دينا انك معانا، وهشوفك قريب في اسكندريه اكيد، وهشوفك قريب في مصر على فكره عشان احنا الاجتماع بتاعنا إن شاء الله بإذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله تمام، هشوفك ميرسي، قريب، نسلم عليكم كلكم، مع السلامه، ميرسي، باي باي. باي باي. بس يا